اليمن الواقع والتحديات والحلول. وهي يعني جلسة بوجهة نظري جلسة مميزة لتكوين صورة حديثة عن الوضع في اليمن، ونحاول فيها أو بالأحرى يحاول الأستاذ مصطفى والدكتور هاني معنا سبر واقع الحاجة الإنسانية الملحة، حيث عاد مؤخرا الأستاذ مصطفى من اليمن، يعني تقريبا من أسبوع أو 10 أيام. وبعد عودته كلمني الدكتور هاني، يعني يخبرني أنه الأستاذ مصطفى عاد من اليمن، ما رأيك أنه نعمل ورشة ونتحدث فيها للناس، نخبرهم ماذا عن أوضاع اليمن؟ فتحمسنا وتحدثنا مع الأخوة في الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، وتحدثنا مع الأخوة في رويال رود، والجميع أبدى استعداده صراحة للمساعدة والمساهمة ودعم الفكرة ودعوة أصحاب الشأن العاملين في العمل الإنساني، وخاصة المهتمين ومن يعملون في اليمن. فالشكر الجزيل للأستاذ مصطفى، والشكر الجزيل للدكتور هاني البنا ولجميع الشركاء وللحضور الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وحتى يعني نستفيد من وقتنا، ويعني أعطي أكبر مجال هم للأخوة المتحدثين الدكتور هاني والأستاذ مصطفى، نبدأ بكلمة بسيطة وافتتاحية مع دكتورنا الأستاذ هاني البنا، والذي هو حاليا رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي World Humanitarian Action Forum، وهو لمن لا يعرفه مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم منذ تقريبا ما يقارب 37 سنة. والدكتور هاني يعني على عجالة يرأس عضو في مجالس الأمناء في عدة منظمات إنسانية في بريطانيا والعالم. دكتور هاني الميكروفون عند حضرتك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اليوم يوم نجمنا ساطع، أو الذي سطع منذ سماء منذ زمن بعيد. هو شاب صغير لكن هو برضك نجم كبير، الأخ مصطفى عثمان. أعرفه أنا منذ قضية البوسنة عام 1992، حينما كنا في زيارة لإسكندرية في مصر، وكنا في جولة مع الشيخ البوسنة صالح جولاكوفيتش، نجوب ونصول في العالم العربي لكي نعرف بقضية البوسنة، وكان هو القائم على تنظيم اللقاء في مدينة الإسكندرية في اللي هو مكان نقابة الأطباء في الإسكندرية. الحمد لله هو شعلة لا تنطفئ. وطبعا مشكلته لما كنت أنا بشتغل معاه في الإغاثة الإسلامية، كان هو شعلة وأنا شعلة، فكنا بنشعل حرارة بعضنا البعض. مصطفى سافر في عشرات الدول، يعني من أخطر الأماكن اللي سافر فيها كانت البوسنة، وتعايش مع قضية البوسنة تعايش كامل كامل كامل، يعني بكل مآسيها من الدمار والاغتصاب والذبح وحرق المساجد وتشريد الناس والنزوح واللجوء، ومن المشاكل الأخرى اللي كانت في دمه أيضا مشكلة العراق، اللي هي خاصة المرحلة الأخيرة قبل سقوط بغداد، واللي أدت إلى أن هو رفض أن هو يخرج من العراق، وفضل في العراق ويعني وسجن في سجن أبو غريب، وكاد أن يقتل، وطبعا عذب كثيرا مع 2 آخرين من عمال الإغاثة الإسلامية، وعذب إلى درجة أن هو كان على حافة القتل. ولولا ان اللي هو يعني تغير الوضع السياسي في بغداد لما كنا نرى مصطفى معنا اليوم. يعني مصطفى يعني اتى من، يعني انا مش هتكلم عن واحد يعني انا ما اعرفوش، انا هتكلم عن واحد انا علاقتي بيه قرابه 30 سنه بالضبط، يعني 30 سنه الا سنه، يعني 29 سنه. فشفته انا كنت مسميه راس الحربه، يعني في كرة القدم، يعني كريستيانو رونالدو أو ميسي أو أبو تريكة ما كان في شبابه، أو محمد صلاح إلى آخره. والراجل اللي احنا ما عايزين نرميه في النار ونرميه فعلا في النار يقوم راجع لنا تاني، يعني كل ما نرميه في النار عشان نخلص منه تلاقيه راجع مرة تانية لينا إلى آخره، ما عرفناش نتخلص منه، خد بالك. فبدون إطالة يعني في هذا الكلام عن مصطفى، مصطفى لو واحد حابب يتكلم عنه يتكلم عنه كتير جدا. هو دلوقتي مدرب وهو معتمد دوليا على مستوى العالم مع مؤسسات دولية كبيرة جدا منها الأمم المتحدة، هو محاضر في جامعة برمنغهام أيضا. أما بالنسبة لقضية اليمن، فالقضية الغائبة الحاضرة
الغائبة الحاضرة غابت عن آفاق وأفئدة الكثيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، لأنها ظهرت قضايا أخرى أو تناسيناها بقى في وسط مشاكلنا اليومية وانشغالاتنا اليومية، لكنها حاضرة في قلوب المؤمنين بها. وأنتم إن شاء الله جميعا مؤمنين بقضية اليمن الغائبة الحاضرة. أما يحدث في اليمن اليوم، أما يحدث في سوريا اليوم، هو يعتبر جريمة، إحنا جزء من مشاركتنا في ارتكاب هذه الجريمة ضد الشعب اليمني وضد الشعب السوري بسكوتنا وعدم تفاعلنا مع القضية الإنسانية للشعب اليمني والشعب السوري والشعوب الأخرى التي تعاني من هذه الصدامات المسلحة إلى آخره. أنا مش هتكلم كتير لأن قضية اليمن لن أزايد عليها، لكن أنا سعيد جدا من أطلق المنصة لأستاذنا الكبير مصطفى، اللي أنا يعني أعتبر أنه أستاذ في العمل الإغاثي، وأنا أحب أسمي مش أسمي عمل إنساني، أسميه عمل إغاثي، اللي هو بيتميز فيه بإيمانه وفعالياته وأطروحاته الجديدة الراسخة وجديدة ومفعلة وفي نفس الوقت فيها مبادرات جديدة. تفضل يا أخي مصطفى. شكرا جزيلا دكتور هاني. انت دايما ابدا صاحب فضل، و وكفايه عليك واخونا فادي كذلك، شكرا جزيلا. المناسبه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، الهدف من اللقاء اليوم من وجهه نظري على الاقل هو زياده الوعي بقضيه اليمن والأوضاع الإنسانية في اليمن كمساهمة منا ومن حضراتكم لتحفيز العاملين في هذا المجال لعمل المزيد من أجل اليمن. يعني أنا هدفي هو تحفيز أكتر من، وبعتبر إن دي رسالة أنا بأديها والدكتور هاني بيأديها والأخ فادي بيأديها وآخرين بيأدوها، ولا ادعي ان انا اعرف كل شيء في اليمن، وانما على الاقل انا مهتم وساطرح وجهه نظري خاصه في ثلاث امور: الواقع الحالي والتحديات التي تواجهها المنظمات العامله في اليمن، ثم الحلول من وجهه نظري. ولا ادعي ان انا عندي الحكمه كلها، ولكن هي وجهه نظر لشخص مهتم ومراقب وممارس للعمل. أنا قضيت 6 أسابيع في اليمن قريبا، رجعت من 7 أيام من 10 أيام، واطلعت بشكل جيد على الوضع هناك، وأتمنى أن تكون هذه المساهمة محفز جيد للعمل في اليمن. أنا بشارك مع حضرتكم عرض بسيط شايفينه الآن؟ نعم، شايفين. اوكي تمام. طبعا العرض بتاعي هيكون خليط ما بين ما يسمى بالارقام، لكن بسيطه جدا بشكل بسيط لانها مزعجه واحيانا يعني، لكن هتكون كريفرنس بالاضافه لمشاهداتي وشهادتي على الواقع الموجود ورأيي الشخصي بالطبع. وستعرض لي 3 قطاعات فقط اللي هتعرض من الواقع من حيث الأهمية وإيه هي الأولويات، ثم الحلول، التحديات ثم الحلول، ثم نفتح المجال للأسئلة. 3 قطاعات. اولا بشكل عام انتم عارفين ان اليمن عباره عن تقريبا 31 مليون بني ادم، منهم 20 مليون يحتاجون الى مساعده عاجله. 20 مليون. اما من يحتاجون الى تلبيه احتياجاتهم بشده على حسب تصميم الامم المتحده، فهم 12 مليون شخص في حالة عوز شديد جدا. أول ذلك الأمن الغذائي، أنا سأتحدث عن الأمن الغذائي والصحة والتعليم، 3 دول فقط.
باختصار شديد، اليمن حاليا تعد هي أسوأ أزمة إنسانية موجودة في التاريخ المعاصر، أكبر أزمة موجودة. لم نسمع من قبل في مصر كانوا يقولوا ما فيش حد بيموت من الجوع، الآن اليمن يموت فيها الناس من الجوع حاليا. 53% من السكان عندهم ليس لديهم أمن غذائي شديد، مش بس فقر ولكن هناك عندهم شدة حدة في توفير الأمن الغذائي. بمنتهى البساطة تستطيع أن ترى يوميا، يعني إذا كنت أنت في عدد أو في تعز أو في الحديدة أو في أي مكان، بمنتهى البساطة تستطيع أن ترى أناس يوميا يأكلون وجبة واحدة بس في اليوم، وجبة واحدة. أنا شفت هذا بنفسي، وجبة واحدة، وياريت وجبة بسيطة جدا، ربما قطع خبز مع الشاي أو ربما رز فقط، رز فقط. فإذن من ناحية الأمن الغذائي فشيء غير مسبوق، الدولة تعتمد بالكامل تقريبا على المساعدات الإنسانية. طيب إيه هي، بما إن حضراتكم مؤسسات إنسانية، إيه هي الأولويات بالنسبة للأمن الغذائي؟ أنا قسمت الأولويات إلى على مدى قصير وعلى مدى متوسط. طبعا أنا مش هغني كتير على المناظر اللي شفتها والهياكل العظمية وسوء التغذية الموجود، ولأن أنا من عادتي ما أحب يعني أشوف هذه الصور، وستجدوني مش هعرف منها هذه الصور لأنها موجودة ومالية الدنيا في كل مكان. لكن الأولويات إيه هي على مستوى الأمن الغذائي؟ على المدى القصير لمدة سنة، على المدى المتوسط من سنتين إلى 5 سنوات، وسأعفيكم من الكلام على المدى الطويل لأنه مش موضوعنا. على المدى القصير اليمن تحتاج إلى نظام إنذار مبكر، Early Warning System، لأن الأوضاع في اليمن متغيرة بشكل كبير جدا، وتواجه كوارث طبيعية تؤثر على المحاصيل الزراعية، منها الجراد ومنها الفيضانات ومنها الجفاف وغيرها الأشياء. ولا يوجد في البلد نظام للتوقع، نظام للمراقبة وقياس المخاطر، فده شيء مهم جدا توفيره. المزارعين البسطاء اللي هي ما يسميها مشروعات إدرار الدخل أو مشروعات الانكم جينيريشن، صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين يحتاجون إلى مساعدة، إما عن طريق القروض البسيطة الصغيرة اللي هي لا تتراوح عن $100 و $200 وحاجات زي كده، مش يعني مبالغ ضخمة، لإعادة وتشجيعهم على ليه؟ لأن لما الصغار المزارعين أو الديلي ليبر اللي هم اللي بيشتغلوا باليومية أو الصيادين أو غيره بينقطع عن كسب الرزق بسبب مرض أو حرب أو نزوح داخلي أو غيره لمدة شهر شهرين، بيفلس، فبيبيع أدوات الإنتاج، بيبيع الشبكة بتاعته، بيبيع المركب بتاعته الصغيرة، بيبيع أدوات الزراعة إلى آخره. فعشان يعوضها محتاج تمويل، هذا التمويل قد يكون بضع مئات من الدولار ويرجع تاني للمرة تانية لعجلة الإنتاج اللي تبدأ من تحت لفوق. ثم بعد توسيع برامج النقد مقابل العمل، اللي هو أنا دائما أبدا ضد موضوع اللي بيسموه البلانك ديستريبيوشن، موضوع توزيع الأكل لكل الفئات وكل الناس، وإنما أنا أحبذ أكتر برنامج النقد مقابل العمل أو الغذاء مقابل العمل. وكل هذه الأفكار اللي انتشرت أخيرا هذه مفيدة ونقدر يتم إحيائها مرة أخرى. هناك مشكلة كبيرة جدا طبعا في الكهرباء، الناس اللي عايشة في اليمن الآن عارفين إن الكهرباء في كثير من الأماكن، كثير من الأماكن لا تأتي إلا ساعتين فقط في اليوم. يعني أنا كنت في عدن كانت الكهرباء تجي ساعتين بس في اليوم، ما بالك في المناطق النائية واللي بتعتمد على يعني مواتير، بيشغل مواتير الزراعة والري وإلى آخره، فيحتاجوا إلى
تشجيع المزارعين بتوفير بعض الموتورات لهم والترمبات عشان يضخوا المية في مزارعهم. البنية الأساسية للإمداد بالماء ده شيء مهم. بالإضافة لده على مستوى 5 سنوات مهم جدا أن يكون هناك استراتيجية واضحة ومهمة تعالج القضايا اللي بيسموها القضايا المعضلة زي شح ندرة المياه وتطوير أنظمة للزراعة جديدة إلى آخره عشان تمر. كل هذه الأشياء تأخرت بسبب الحرب وتعرض لده مرة ثانية إلى آخره من هذه الأمور. طبعا ممكن حضراتكم تقولوا طب إحنا هنعمل استراتيجية للزراعة في ده. ممكن جدا تقديم الدعم الفني، مؤسسة من المؤسسات تتبنى مشروع للدعم الفني في محافظة من المحافظات، فهم إزاي؟ لتعديل وسائل الري، تدريب العاملين إلى آخره. هذا ممكن جدا. بالنسبة للتعليم طبعا منشآت كثيرة جدا من المنشآت التعليمية تم تدميرها إما بالكامل في خاصة في منطقة تعز والأماكن المشتعلة الآن، أو بشكل جزئي خرجها من الخدمة، وده بيأثر تأثير كبير جدا على نسبة تسرب الأطفال من التعليم أو عدم دخولهم للتعليم. بالمناسبة تستطيع أن ترى في أي مكان في اليمن، في أي مكان تتقابل مع شباب في عمر 15 سنة و 16 سنة بأعداد كبيرة جدا ملحوظة للمراقب إنه هو لم يدخل التعليم أو تسرب من التعليم، نسبة كبيرة جدا. 35% من المرافق التعليمية متضررة بشكل كبير جدا. عندك مدينة زي مدينة تعز 62% من المنشآت التعليمية متضررة، ده فضلا عن أن الموجود حاليا حالته سيئة للغاية، حالته سيئة. لا نتكلم الآن على أن المدرسين لا يحصلون على الرواتب بتاعتهم لمدة 9 أشهر، من 6 إلى 9 أشهر كثير من المدرسين لا يحصلون على، والعاملين الإداريين لا يحصلون على المرتبات إلا بشكل متأخر، وإذا أخذوا مرتباتهم يأخذوا مرتبات بحجم لمدة شهر أو شهرين. هذا هو بالنسبة للتعليم. الأولوية هي بالنسبة للتعليم. أولويات التعليم، أول شيء مسألة صرف رواتب المعلمين. ليه؟ حتى نوقف نزيف ما يسمى بالتسرب من أداء المهمة، الرسالة. طبعا المعلم ده بقى عنده أولاد وأطفال وكده، إذا كان بيروح المدرسة ما بياخدش مرتب، طب هيشتغل يعمل إيه؟ هيشتغل إزاي؟ ما هو الأفضل له إنه يروح يشتغل في ورشة أو شيء عشان يجيب أكل لأولاده. فإذا الموضوع الاستمرار في صرف رواتب المعلمين أنا بعتبرها من الأولويات الكبرى في هذا الموضوع. ولو اتعرفت على المرتبات، مرتبات زهيدة جدا جدا جدا. توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى المحايدة. طبعا واحدة من مشكليات النزاعات المسلحة إنه بيتم اللعب في المناهج التعليمية. بمعنى إيه؟ بيتم تسييس عملية التعليم، بمعنى إنه أحد الجهات تتكلم على أحد الرموز تعمله بطل، والجهات الأخرى الجهة الأخرى متنازعة تعمل ده خائن مثلا، أو يغيروا الجغرافيا بتاعت البلد، الجغرافيا من حيث التسمية أو من حيث كده، يتغير التاريخ والجغرافيا بشكل كبير جدا. طبعا بالإضافة لما يتعلق بالقيم والمبادئ المختلفة. فهناك حاجة لتوفير كتب مدرسية محايدة، تشجيع الأطفال الآباء على إلحاق أطفالهم بالمدارس من خلال طبعا برامج التغذية. شوف، الطفل لا يذهب للمدرسة إما لأن أبوه بيشغله أو لأنه هو ما عندوش حافز للمدرسة، لأن التعليم عبارة عن supply and demand، طلب وعرض. لازم تشجع الطلب من عند الأب والطفل نفسه، تشجعه انت تدفعه إلى المدرسة، أوكي، بحيث يطلب التعليم.
وفي نفس الوقت تشجع السبلاي اللي هو تقديم الخدمة التعليمية. يبقى المدرس موجود ومتعلم وكذا، ويبقى الكتاب المدرسي موجود، يبقى الفصل المدرسي كذا، يبقى فيه تواليت في المدرسة عشان البنات ما بتروحش المدرسة لو ما فيهاش تواليت، البنات كلها ما بتروحش. كل هذا مطلوب عشان تشجيع الطلب على التعليم، طبعا حل مشاكل الأب من حيث البطالة وغيره عشان ما يستغلش ابنه في العمل. كل هذا يشجع الاستمرار في عملية التعليم. ترميم وصيانة وبناء منشآت التعليم المؤقتة. يعني إيه؟ هناك في منطقة هناك 4 ملايين، ما يقرب من 4 ملايين نازح في اليمن داخلي. كل دول النازحين دول راحوا في منطقة إب وبعض الأماكن من تعز وبعض الأماكن من عدد، وضعوا ضغط على البنية التحتية المهترئة من أصله. شوف الفصل الدراسي في الصورة شكله إيه، البنية التحتية مش كافية أساساً، زاد عليهم عدد من النازحين. طيب هيروحوا فين؟ هتبقى العملية التعليمية غير ذات جدوى. ومن ثم من المهم جداً للمؤسسات إنها تزود عدد الفصول اللي بيسموها الفصول المؤقتة. يعني قد يكون يزيد في كل مدرسة 3-4 فصول، أو إذا كان في خيم يمكن استخدامها لفصول دراسية أو ماركي أو حاجة زي كده. هذا الشيء مطلوب، مطلوب بشدة الآن مش السنة الجاية، الآن. على المدى المتوسط طبعا هناك أطفال كثيرين جدا يعانون من التروما، يحتاجون لدعم من الصدمة، يحتاجون لدعم نفسي اجتماعي، ليس فقط بسبب الحرب، لا سوري، ليس فقط بسبب مباشر للحرب، وإنما بسبب غير مباشر للحرب. إيه هو؟ إن الأب قاعد بدون شغل، بقى يبقى فيه عنف أسري داخل الأسرة، يتأثروا الأطفال بهذا الموضوع، أو إن الأب مهموم أو جاله حالة نفسية تتأثر الأطفال، أو ترك الأطفال وهج. كل ده بيأثر على الحالة النفسية والذهنية للطفل، فمحتاجين تدريب للمعلمين للتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياج النفس اجتماعي. التعليم التعويضي، هناك عدة ابتكارات ابتكرتها اليونيسيف و سيف ذا تشيلدرن وغيرهم، من اللي هو تعليم الاستلحاق بالتعليم، والتعليم التعويضي، والتعليم في المساء، والاكسلريتد ليرنينج اللي هو التعليم السريع. كل هذه البرامج تحتاج لإعادة دمج الأطفال الذين تسربوا في التعليم، ووقف عملية عدم التسجيل من أصله في التسرب. يعني واحد كان في التسرب وفي واحد تاني لم يدخل التعليم أساسا، ده محتاجين ندخله مرة تانية. طب الكلام ده ليه؟ قبل ما يتحول هؤلاء الناس إلى قنبلة موقوتة ويبقوا عرضة للإجرام والإرهاب إلى آخره. استمرار إعادة بناء المنشآت التعليمية، ده برضو موضوع. الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم فيه وهو الصحة. طبعا الصحة شيء فظيع جدا 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 جدا. أنا أشفقت على نفسي وعلى حضراتكم إن أنا أوريكم صورة، وأنا متأكد لو كان الدكتور هاني مكاني، طبعا هو رجل طبيب وبتاع تشريح، فروحنا مع بعض وكان زرنا مستشفيات في العراق بتاعت اللوكيميا وغيره، كان يعنفني ويقول لي لازم تشوف لازم تشوف، انا كنت داري عيني، لكنه كان وراكم الصور. لكن انا اشفقت على نفسي وعلى حضراتكم. 38% من المرافق الصحيه، في المية من المرافق الصحيه لا تعمل، مصابه باضرار كبيره جدا. طب ده اللي بتعمل نفسها غير نوت اكويبت، ما فيهاش حتى الاطباء وعمال الصحة نفسهم مع في نقص شديد فيهم. ليه؟ لأنه ما بياخدوش مرتبات، ما بياخدوش مرتبات. طبعا من أكثر الأماكن صعدة وبعدها تعز وغيرها كمان من الأماكن اللي بتعاني حاليا من تجدد الحرب. الأولويات على المدى القصير كذلك
موضوع دفع مرتبات الأطباء والكادر الصحي. ليه؟ حتى لا يتسربوا. على فكرة هذه جريمة لو تسربوا، لأنك ما تقدرش تلومه. تمام. بناء قدرات المؤسسات المحلية والكادر الصحي. الكادر الصحي يحتاج إلى تدريب كبير، وده شيء كتير من المؤسسات تستطيع تعمله. بالمناسبة هذا الوضع يختلف عن أما كنا مثلا في لبنان، بعض المؤسسات بعتوا ناس يدربوا الأطباء في لبنان، مش محتاجين تدريب، تدريبهم عالي جدا. أو في سوريا مش محتاجش، لكن في اليمن يحتاجون. تمام. يبقى دفع مرتبات، بناء قدرات المؤسسات الصحية المحلية الصغيرة والكادر الصحي، بناء قدراته كذلك. توفير ما يسمى بالخدمات الصحية الأولية، حتى أدنى من الخدمات الأولية. يعني للأسف الشديد أجد ناس تقريبا أنا آسف يعني في هذه الكلمة، تقريبا أغلب الناس أو إذا لم يكن كل الناس في اليمن اللي بتشوفهم بشكل يومي عندهم سوء تغذية بشكل أو بآخر، نساء وأطفال وكله، إلا ما رحم ربك. أغلب الناس عندهم سوء تغذية، يعني اللي أنا بشوفهم في الشارع يعني. تمام. على المستوى المتوسط من سنتين لخمس سنين، موضوع الإنذار المبكر، وهو في جهد موجود حاليا لكن يحتاج دعم. موضوع مكافحة أو الوقاية من الأمراض المعدية، عملية التحصين أو التطعيم أو التلقيح، ده محتاج جهد. التدخلات الطارئة خاصة في الصحة الإنجابية للأمومة والطفولة، المرأة تعاني معاناة لم أرى مثلها في الدنيا في اليمن. المرأة والطفل. تكلمنا عن الإنذار المبكر وتلبية حاجات التغيرات السكانية اللي موجودة من أماكن الواقع. زي ما قلنا هناك تغيير في وضع، في التغيير ديموغرافي بيحصل نتيجة 4 مليون من النازحين، وكذلك تجدد النزاع في أماكن أو انتشاره في أماكن مختلفة. كل ده بيؤدي إلى وضع ضغوط على البنية التحتية سواء كانت صحية أو تعليمية. الأطفال طبعا أكثر من نصف الأطفال في اليمن يعانوا من سوء التغذية الحاد. سوء يعني إيه؟ سوء التغذية الحاد يعني ما يتعالجوش بالأكل، لا، لازم من تدخل علاجي. منهم تقريبا 400 ألف طفل معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج المناسب. 400 ألف، قريب من نصف مليون، يحتاجوا إلى برامج تغذية علاجية. ها؟ فشيء ناهيك بقى عن الكوليرا. هناك انتشار لأربع أمراض. الكوليرا، خلي بالكم الكوليرا كانت موجودة في سنة 16 و17 و19 والآن 21 الكوليرا موجودة. الملاريا موجودة، تايفويد موجود، وكورونا، يعني أربعة موجودين في اليمن. أنا الحقيقة لم أرى معاناة مثل معاناة المرأة في اليمن لأسباب عديدة، ولا أريد يعني بيحصل كتير إنه أحياناً الرجل يخرج للبيت. أنا بكلمكم مشاهدات الآن. الرجل يخرج للبيت لأنه أولاً ما عندوش شغل، ثانياً محبط، ثالثاً عاوز يخرج ياخد القاط ويقضي وقت بره ويهرب من البيت، فبيترك البيت. هو قد يجد حد يعزمه على الغداء أو العشاء أو يتصرف بره في الشارع، لكن ترك الأم والأطفال في البيت وليس عندهم شيء يأكلوه، وهذا موجود بكثرة بكثرة موجود. رأيت بأم عيني أطفال كثير في الشارع
يخرج الولد من البيت ما خدش الفطار بتاعه ولا الغداء. طيب هاكل ايه؟ هو بيطلع من البيت هو حصل اما يشحت واما ياكل من الزباله او طبعا ما بقولش كل اليمن كده طبعا اكيد مش كل يوم، لكن في اطفال هكذا وانا تقابلت معهم في الشارع واتكلمت معاهم، اطفال يقعد طول النهار بره البيت بره البيت يلقط رزقه زي العصافير وزي ال يعني عشان الله. نفس الشيء المرأة بيضع على كل ده عبء عليها نتيجة الأوضاع الموجودة الآن. طبعا عدد النازحين في اليمن قلنا هناك 4 ملايين من النازحين بيضعوا عبء كبير على البنية التحتية ومحتاجين مخيمات وماء وغذاء ورعاية صحية وتعليم إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طيب أنا معلش بمر بسرعة لأن النقطة دي عايز أنتقل لهذه النقطة مهمة، التحديات. أنا أتكلم على 5 تحديات وكلامي على 5 تحديات دول هيكبر اللي أنا ما توسعتش فيه في السابق. أول شيء، أول تحدي هو استمرار الصراع المسلح، يعني الحرب، استمرار الحرب، الصراع وتأثيره على الأكسس، الوصول الإنساني. 2، الانهيار الاقتصادي. 3، ارتفاع الأسعار وتقلب سعر الصرف، انهيار العملة اليمنية. دي تحديات بتعاني منها المنظمات اللي بتعمل في اليمن وبيعاني منها المواطن وبيعاني منها كل شيء، كل الناس موجودين. 4، الكوارث الطبيعية المتكررة. 5، صعوبة البيئة التشغيلية. تعال نتكلم 2 عن كل واحد منهم ونختم. بالنسبة للصراع في اليمن 2019 كان هناك 33 بيسموها active front line، يعني جبهة، 33 جبهة مشتعلة أو جبهة active نشطة. الآن زادوا في 2020 إلى 49 جبهة نشطة. طبعا كل ده بيعمل اضطراب في النواحي اللوجستية، بينتج عنه نازحين، بينتج عنه اضطراب في الجوانب الأمنية. كل ده بيأثر على عملية الوصول بالمساعدات الإنسانية وحرية الحركة. النزاع تسبب في مقتل 250، ربع مليون شخص حتى عام 2019، ما حسبناش 2020 و2021. طبعا أنا شخصيا لما سافرت من عدن إلى صنعاء مريت ب 62 نقطة تشيك بوينت، نقطة تفتيش 62، بعضهم تبع هذا الاتجاه بعضهم تبع هذا الاتجاه، أغلبهم نقاط تفتيش غير رسمية. تعرفين نقاط تفتيش؟ فيها نقاط تفتيش رسمية، نقاط تفتيش غير رسمية. نقاط 62 نقطة. تعال الألغام الأرضية. الألغام الأرضية الآن طبعا ناهيك على أنه ليست هناك إحصاءات دقيقة وهذا خطر، لا توجد خرائط، هذا خطأ، مصيبة، لا توجد تمويل كافي لإزالة هذه الألغام، بل ما زالت تزرع الألغام. يقال أن هناك حتى الآن 2 مليون لغم موجودين في اليمن. طيب كم عدد ضحايا الألغام؟ عشرات الآلاف. أقل رقم بس خلال 2 سنين أو شيء 20,000 ضحايا. طبعا إذا ما ماتش الشخص باللغم فهو بيخلف لك واحد هانديكابت، يعني محتاج بيضع عبء على المجتمع وعلى أسرته وعلى ولده عشان يقدر يمارس حياته بشكل جيد. طيب هذا بالنسبة للصراع. طبعا هذه خريطة بتبين عملية المديريات التي يصعب الوصول إليها.
ايه هي اسباب عدم الوصول؟ مهم جدا. طبعا السبب الرئيسي هو الصراع، لكن تخلف عن هذا الصراع اسباب فرعيه، منها البيروقراطيه، اللوجيستكس، تمام، عدم عايز اقول ايه، تسييس العمل الانساني الى اخره. لكن الصراع اللي هو الحرب شغاله، الامن يعني الامن والامور اللوجستيه، لان الطرق مقفوله وبقت صعبه، والان الطريق اللي كان بياخد 4 ساعات او 5 ساعات بياخد يوم، ها، واحتمال تبات في الطريق وفي خطوره الى اخره. واكثر من هذا البيروقراطيه. ايه البيروقراطيه بقى؟ لان انت طبعا اصبحت تتعامل كانك بتتعامل في بلدين. فلو انت منتقل، لو هتروح في اي مكان في المحافظات الجنوبيه، محتاج الى تصريح، تطلع تصريح اما من وزاره الشؤون الاجتماعيه او احيانا من التخطيط، او تبدا بالتخطيط وبعدين الشؤون الاجتماعيه، وبعدين الشؤون الاجتماعيه تروح للمحافظه عشان تعمل تصريح مرور. وطبعا تعمل تصريح مرور، والتصريح مرور ده تروح المخابرات عشان تروح بس تشوف مشروع انت مولته، او عشان تشوف مخيم، او شغلانه بيروقراطيه. طيب والعكس صحيح، واحيانا لا يسمح لك بالدخول لبعض الاماكن الا بتنازلات معينه، تمام. فكل هذه الاشياء بتضع عبء على او بتعتبر تحدي للعمل الانساني، تمام. الانهيار الاقتصادي، 80% عمرك شفت شعب 80% منه تحت خط الفقر؟ اليمن 80% تحت خط الفقر، 40% من اسر اليمن، من الاسر اليمنيه فقدت مصدر دخلها الرئيسي. الايرادات الحكوميه مش موجوده، لان طبعا الايرادات الحكوميه لان لغلق المنافذ البحريه، طبعا المطارات ما بتشتغلش، يعني ما فيش مطار عدن شغال بكفاءه محدوده جدا 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 جدا. المنافذ سواء ميناء عمل الرئيسي، ميناء عدن الرئيسي الكبير مغلق، الحديده مغلق، المطار صنعاء مغلق. فطبعا ما فيش، في قيود على الحركه البريه، لان اليمن عندها حدود مع دولتين اتنين بس، تمام، فطبعا مع السعوديه ما فيش. فكل هذه الامور وضعت صعوبات شديده جدا على ان السوق يشتغل بشكل طبيعي، تمام. اكثر من ذلك هو موضوع عدم صرف المرتبات. جميع من يعملون في الحكومه او في الجيش او في الشرطه او في كذا كذا لا يحصلون على مرتباتهم بشكل منتظم. يعني انا هنا هناك كل من كان حولي كان بقالهم من 6 أشهر الى 9 أشهر لم يحصلوا على مرتباتهم، لم يحصلوا على مرتباتهم. طبعا في زي ما بيقولوا اولويات، بعض الناس بتشتغل في جهه معينه بياخدوا مرتب اسرع شويه، بعض الناس اللي بتجيلهم فلوسهم من منطقه اخرى، من منطقه معينه بتجيلهم فلوسهم اسرع شويه، ولكن الغالب الاهم ما بيصرفوش مرتباتهم، تمام. كل ده بيضع عبء نفسي واقتصادي على الاسر، وكمان على الاقتصاد بشكل عام، لانه مش داير بشكل جيد، تمام. ارتفاع سعر الصرف، الاسعار بشكل عام زادت بنسبه 150% مقارنه بما قبل الازمه. قيمه الريال زادت 4 أضعاف في اليمن الجنوبي، 3 أضعاف في اليمن الشمالي. بمعنى الان سعر الريال يعني انا وصل وانا هناك من 10 ايام فقط سعر الريال الى 900 دولار اسف الى 900 وكذا 920، تمام. كان اول ما وصلت البلد كان ب 850، اما جيت امشي كان حوالي 920 او حاجه زي كده، تمام، وكان زاد قبل، وهكذا. فكل ده بيضع عبء اقتصادي على اخر شيء.
اليمن تعاني كذلك من كوارث طبيعية متكررة، منها موضوع الجراد. انتوا عارفين ان اليمن اصيب بجراد 2020، وحوالي تقدير الاول للخسائر حوالي 222 مليون خسائر للقطاع، لقطاع الزراعة وحده بسبب الجراد. اما السيول، اسف دكتور هاني، دولار 22 مليون دولار. اي نعم، تمام، قطاع الزراعة. طيب اخر نقطة اتكلم فيها وهي صعوبة البيئة التشغيلية، واقف عند هذا الحد. ايه البيئة التشغيلية؟ بيئة العمل يعني. اول شيء هو حساسية النزاع وما ينتج عنه من تسييس العمل الانساني. طبعا بما ان هناك في بلد واحد ناس مواطنين وفي جهات متنازعة مختلفة، فلا شك هناك قول يقول شوف إذا أنت موجود في بيئة النزاع فأنت جزء من الصراع، مجرد وجودك أنت جزء منه. ما تقوليش بقى impartiality وneutrality ومش عارف إيه والكلام ده، أنت جزء من الصراع، حطيت رجلك على الأرض أنت جزء من الصراع، سواء أنت أكتف، أنت بتحاول تكون أكتف في موضوع الصراع سلبا او ايجابا، او انت مش اكتف. المتصارعين بيعتبروك، يقول لك المساعدات الانسانيه اخطر من السلاح، ها، في بيئه الصراع. ولذلك كل العاملين في اليمن ينبغي ان يكون عندهم وعي ووعي شديد وثقافه عاليه جدا فيما يسمى ب conflict sensitive programming، اللي هو البرامج المبنية على حساسية النزاع، تمام؟ طبعاً وهناك كل الأفراد، كل الأطراف المتنازعة تحاول أن تسيس العمل الإنساني لتستفيد منه، وهذا شيء لا يوجد أحد مبرأ منه، سواء بالتدخل، فين توزع، فين تشتغل، إزاي تشتغل، تصريح العمل، تصريح الزيارات، الفيزا، كل هذه الأشياء تخضع لما يسمى بحساسية النزاع وتسييس العمل الإنساني. إن شاء الله في أسئلتكم أستطيع أن أجيب على تفاصيل من هذه البيروقراطية وعدم وضوح الإجراءات. طبعاً لأنه في نظامين موجودين، وأحياناً القطاع الحكومي ما عندهمش خبرة، لا توجد خبرة في إدارة هذا الموضوع، كما أن منظمات العمل الإنساني نفسه يعانوا من الهاي تيرن اوفر اوف ستاف، يعني اللي ما عندهمش، عندهم سرعة دوران الستاف، ما فيش حد بيقعد فترة كبيرة يكون خبرة ويعمل كده. كل هذه الأشياء شكلت نوع من البيروقراطية المقيتة، سواء كانت من جهة الحكومة أو من جهة أو من جهات أخرى. القيود على الحركة ونشاط ونقاط التفتيش، أنا قلت لكم هناك قيود على الحركة، لابد من تصريح، ما تقدرش تروح في أي مكان. أنا أحيانا وأنا موجود في عدن، في ساحل أبين، في فندق في ساحل أبين، خلال وأنا موجود حصل ضرب نار يمين وحصل ضرب نار شمال، عدت 3 أيام لا أتحرك من الفندق أبدا، تمام. فبالنسبة للمؤسسات حتى اليمنيين نفسهم كان في صعوبة، حصلت مظاهرات وقطع الطريق، هجموا مقر الحكومة في معشيقة، كل هذه الأشياء بتحصل جو غير آمن. ضعف البنية التحتية، طبعاً هذه أكبر مصيبة بالنسبة للعمل، إنه الكهرباء مش موجودة، الماء مش متوفر بشكل جيد، يعني سواء الكمية والنوعية، إلا أنك تشتري مية سواء كنت في فندق بقى ولا كنت في أي مكان. الاتصالات صعبة جدا جدا جدا، سواء جبت بقى انترنت بوستر ولا كذا ولا كذا، فيها صعوبة. طبعا إذا اتواجدت في البلد وقعدت واستقريت بتحل هذه المشاكل على بالوقت، لكن بشكل عام هناك صعوبات. التحويلات البنكية كذلك هناك صعوبة، التحويل إلى اليمن وإن كان هناك بعض أحيانا في تحويل، لكن
هناك محيط، لكن في مخاطرة شديدة. في إيه؟ في مخاطرة لأنه أحيانا البنك المركزي ما عندوش فلوس كافية، مش بيشتغل بكامل طاقته، البنوك ما عندهاش كاش سيولة باستمرار، فلا تتوقع أن أي مبلغ تحوله لليمن أنك هتروح تاخده وقت ما أنت عايز، إنما ممكن تاخده على فترات. ندرة الكوادر المؤهلة والمدربة في كافة القطاعات، طبعا بعكس الوضع مثلا في سوريا. سوريا الناس حصل عمل ضخم جدا جدا من الدول المجاورة لسوريا، سواء لتركيا أو للأردن أو لبنان، فبنوا كوادر بسرعة جدا جدا، وبقوا عندهم خبرة ممتازة ورائعة. لكن اليمن مقفولة مغلقة، ولا حتى لا في منظمات بتيجي باستمرار وبكامل طاقتها عشان تعطي الخبرة، ولا اللي موجودين في اليمن عندهم القدرة انهم يخرجوا ويشتغلوا من دول مجاورة. فهناك الحقيقة الكوادر تحتاج الى جهد كبير جدا 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 جدا، مع كامل احترامي وتقديري لاخواننا لنا. الحل ايه؟ انا بقول لحضرتك الحل في ثلاث نقاط في هذا المقام، وان كان لا املك العصا السحرية. اول شيء، المشكلة في اليمن هي مشكلة سياسية بامتياز، وأنا والدكتور هاني هو بقاله سنين طويلة موجود في الساحة، وغيركم كمان كلكم عندكم خبرة، وأنا لي 30 سنة في هذا المجال. تعلمت شيء، أنه لا يوجد حلول إنسانية لمشاكل سياسية، المشاكل السياسية تحتاج إلى حلول سياسية، والحلول السياسية تحتاج إلى إرادة سياسية. العمل الإنساني هو عبارة عن بلاستر يعني ضمادة بتحطها على الجرح، ها؟ وإنما الحل الأساسي هو إما إنهاء الصراع أو تخفيف حدته أو تضييق نطاقه. يعني إيه؟ إنهاء الصراع معروف إنه ينتهي الصراع ويحصل زي ما حاصل الآن تفاهم ومرحلة انتقالية وكذا، وترجع الدولة زي ما كان. طبعا ده حلم غير قريب المنال. ايه الأقل منه؟ انك تخفف حدة الصراع او تضيق نطاقه، بدل ما يكونوا 49 جبهة، لا نخليهم 10 بس، اللي بيسموه حصار الصراع، انك تخليه بوكت بس وتسيب البلد ماشية. يعني ايه سيب البلد ماشيه؟ يعني المواني تتفتح، الاسواق تتفتح، البنوك تتفتح. طيب يا عم، في صراع، في صراع هنا وهنا وهنا، تمام؟ يعني عندك في صراع في مأرب، في تعز، في حديدة، في الجوف، اوكي خلاص، في حتت منها بس كفايه، يعني انما ان احنا نوسع. ولذلك هناك برنامج يسمى برنامج اعاده الاستقرار، يشتغل على اعاده الاستقرار المجتمعي، مش الاستقرار في البلد كلها، لا، يعني ايه؟ يعني نخليها بوكت، جيوب مستقره، وتتوسع هذه الجيوب، تتوسع 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 لحد ما البلد تمشي خلاص، ان شاء الله يقعد الصراع 10 سنين، فاهم ازاي؟ للتسويه النهائيه، انما على الاقل الحياه تمشي. انما الوضع الحاصل الان، لا، الصراع عمال يكبر ويكبر، مشروم لي، صحيح يهدى شويه لكن يرجع تاني وهكذا، فما فيش استقرار. التواجد المستمر على الساحه اليمنيه، ده نصيحتي ايه كمؤسسات إغاثة. يعني شوف، if you are not present you cannot protect، معناها ايه؟ لو انت، الكلام ده تعلمناه من الدكتور هاني بالمناسبة، لو انت مش موجود على الارض ما تقدرش تحمي. تحمي ازاي يا حبيبي؟ احنا بنتكلم الناس دي محتاجة حماية، المرأة والطفل والناس اللاجئين والنازحين، دول محتاجين حماية ومساعدة، أكل وشرب، محتاجين حماية. ما تقدرش تحميه وانت قاعد في أوروبا، ما تقدرش، لأنك مش موجود. وجودك ذاته، أنا مرة في المرات واحد سألني من الشباب، قال لي أنا أعمل إيه في البلد دي، أنا قاعد هنا في محبوس في البلد الفلانية، وما فيش حد بيتصل بي ولا بيتصل بحد من بره، وما فيش مساعدات بتجيلي من المؤسسة بتاعتي، لأن الدنيا مقفولة، وكل قاعد بس بطولي، أنا ماليش لازمة، خليني أرجع. قلت له لا، ما ترجعش. قال لي ليه؟
قال لي ما بعملش حاجه. قلت له وجودك فقط مع الناس فيه مساعده لهم، على الاقل يحسوا انا مش لوحدي، العالم سامع بيا. فاهم ازاي؟ انا مش لوحدي، العالم سامع بيا. شكرا. على الاقل الناس على الاقل انت هتصور صورتين هتبعتهم، على الاقل في ناس هتقول ده فلان هناك في اليمن، ده فلان راح اليمن، ده فلان قاعد في اليمن، ده فلان بيتكلم في اليمن. فاهم ازاي؟ If you are not present you cannot protect. لازم تكون موجود، وجودك في حد ذاته انت بتحمي الناس، لان الناس خايفه تاذيك انت. خلي بالك من دي. لو انتوا فاكرين ايام العراق كان في جماعه اللي راحوا مبنى الاذاعه والتلفزيون اللي هو عملوا نفسهم جسور بشريه. مهم، قصه ثانيه. المهم فالتواجد، انا بقول لك تواجد مهم جدا، انك تتواجد على الارض في اليمن، تتواجد على الارض. تمام. رقم ثلاثه، الاستمرار فيما يسمى بالادفوكسي، الاستمرار في الضغط الاعلامي وانشطه المناصره لدعم القضيه الانسانيه في اليمن. ها انا النهارده ربنا عالم ان انا كنت مشغول جدا 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 عندي يعني، ما ومع ذلك لما دكتور هاني كلمني وقال لي كذا 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 تعالى كذا، قلت له ايوه دكتور هاني انا هاجي وهعمل ده كله كذا، بدافع ان ده نوع من انواع المناصره لقضيه اليمن، عشان انا عاوز احفز الناس تشتغل اليمن، تفهم موضوع اليمن. وانا متاكد ان فيكم ناس تقدر تخدم اليمن افضل مني مليون مره، مليون مره. لعل واحد منكم يسمع هذا الكلام ويروح ينفذه بشكل او باخر. تضافر الجهود وانك تكون موجود على الساحه، وان انت نعمل على تخفيف اسرع. انا بكده خلصت، اشكركم، وانا مستعد لاي اسئله تحت امركم، واسف اذا كان هناك اختصار مخل. ايه مصطفى، لا ابدا ابدا، حسبناك تتكلم لان احنا محتاجين ان نسمع، الناس محتاجه انها تعرف. والناس بيقول لك كثره يعني بيعلم الشطار، التكرار يعلم الشطار. انا هقلب الهرم الاخير اللي انت حطيته يا مصطفى. حاضر. حطيت الهرم اللي هو انهاء الحرب السلام، وبعدين بعد كده هو اللي في النص كان ايه؟ نمرة اثنين الحضور، انك تكون موجود. الصوره اجيبها لك، انت موجود، وبعدين اسمع اعلام الضغط. انا هقول هات هات بس الشريحه دي يا مصطفى. حاضر يا دكتور. احنا هنبني كلامنا على اخر حاجه، ايه احنا نقدر نعمله في الحل. مش عايزين نقول عندنا 5000 مشكله في اليمن، انا عندي 100000 مشكله في اليمن. ايوه نص مليون مشكله في اليمن، لكن عايز ابتدي بحل خطوه اولى. اول حاجه الاستمرار في الضغط، ودي كل واحد فينا قادر عليها، سواء كان في داخل اليمن او الجماعه اللي بيتفرجوا على ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في كل حته، او الناس اللي قاعدين بيقيتوا ويميلوا ويفقفقوا عندنا في برمنجهام وفي اوروبا وفي كل حته في العالم. ده في ايدنا احنا، في ايدنا ان احنا نعمل مجاميع اللوبينج، مجاميع ضغط على كل الحكومات. ده بنسميه ايه يا مصطفى؟ ده دور الدياسبورا اليمنيه، دور الجاليات اليمنيه ومن يتعاطف مع قضيه اليمن. بالنسبه للجمعيات الدوليه حتى لما ما بيجيلهاش دعم لابد تقعد. يعني من الحاجات اللي زعلتني جدا 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 في تشاد ان كتير جدا من الجمعيات خرجت للاسف، لان كان في تضييق من بعض الجهات فخرجوا، المفروض ما كانوش يخرجوا، لان تشاد محتاجه واليمن اشد حاجه، اشد حاجه واشد حاجه واشد حاجه. يعني ما تخرجش، واللي ما عندوش تمثيل يعمل لنفسه تمثيل، اللي ما عندوش تمثيل يعمل لنفسه تمثيل. ها، لان وجودك انت كاوروبي وكامريكي وكاسترالي وكنيوزيلندي وككويتي وكبحريني وكاماراتي الى اخره الى اخره بتساعد الناس، ده بيعمل زي مصطفى اتكلم فيها. ده اللي هيحل حل، ده اللي هيحل حل الهرم من فوق اللي هو الحل السياسي. مش هتحل الحل السياسي الا لو اشتغلنا في الحلين التانيين دول، واحد فيهم 100% في ايدينا، والتاني 100% في ايد الجمعيات اللي شغاله في اليمن. ما تخرجش، ما تخرجش، زي ما احنا بنقول احنا ايه على جثتي ان انا اخرج. ليه؟ لان دي اليمن ودي سوريا وده مش عارف ايه وايه وايه، كل هذه الدول. انا مش هطول عليكم،
لو كان، لكن لو كان في بعض الأسئلة لمصطفى من المحاضرين وجزاكم الله خير. أنا عارف إن التواصل مع غالبية اللي موجودين من اليمن يعني صعب جدا عشان النت، لكن ما زال في ناس مستمرة ومصرة على تقعد، وأنا بشكرهم جدا. أنا بتابع الأفراد اللي معانا على البرنامج. الأمر مع فادي، والله دكتور أو لو كان في في، أنت عندك حد من الضيوف يا فادي عايز يتكلم. أنا ما عندي حاليا، بس كان في شخصين رافعين إيدهم ولكن يبدو انقطع عندهم الإنترنت أو انسحبوا بطريقة أو وفي بأخرى. سؤال هنا، في سؤال؟ أيوة أنا كنت شايل السؤال، تفضل أستاذ مصطفى إذا لا كان. تفضل. طيب برأيكم ما هي الوسائل الأساسية لتقوية قدرات الجهاز الحكومي، وما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تعمل على تقوية ذلك؟ الأخ اللي سأل هذا السؤال والأخت، لا مصطفى محمد، الحقيقة ذكي جدا. أحد الإشكالات الضعيف الإشكالات الكبرى هناك هو موضوع الحكومة ضعيفة، وهذا يعني لا نعيبه، الظروف عملت كده، الظروف عملت كده. إيه وسائل تقويتها؟ واحد، الحكومة لازم تبذل مجهود كبير كبير وكبير جدا، يعني لازم زي ما بيقولوا يشمروا سواعدهم ويسعوا. الفلوس موجودة، ما فيش، أنا الفلوس موجودة، لكن للأسف الشديد الجهات الحكومية المختلفة إما مشغولة بأمور ما هياش أولوية، أو فيها مرض مثل الفساد مثلا، أو البحث عن المصلحة الشخصية. أنا بالمناسبة عندي مشروع وعرضته على الحكومة وأنا هناك، وفرحوا بيه جدا، هو مشروع بناء قدرات الجهاز الحكومي الذي يعمل مع المنظمات الدولية اللي هم جهتين، وزارة التخطيط اللي هو قسم اللي يسموها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هم دول المدخل لك في اليمن، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد ما بتسجل مع دول بتروح تاخد إشهار مع دول. دول المنظمات غير حكومية إزاي؟ فإحنا ممكن نعمل برامج لرفع قدرات دول. إحنا عملنا برنامج وعرضناه لرفع قدرات الجهات الحكومية التي تعمل مع المؤسسات الأجنبية، لرفع قدراتهم في عدة مجالات، من ضمنها إعادة الويب سايت بتاعتهم، عمل منصة إلكترونية، برنامج تدريبي متطور جدا، عملية تجهيزات إلى آخره، وبرنامج تدريبي طبعا فيه الجوانب القانونية، جوانب اللوائح، الجود governance، كل هذه الأشياء. وما زلنا الآن في حوار معاهم إن إحنا نجد الممول لهذا المشروع ونقوم بتنفيذه مع بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط. ما زلنا في البداية، لكن ده واحد من الأشياء اللي ممكن نعملها. الأمور الأخرى، الحقيقة الحكومة كمان لازم تسعى بشكل أكبر في موضوع جلب الدعم لدعم الحكومة، وإنها تكون، وطبعاً في خطوة جيدة عملوها هم اللي هو تشكيل الحكومة الجديدة اللي تمت في ديسمبر الماضي، لكن الخرق يعني أكبر من من الراقع زي ما بيقول، اتسع الخرق على الراقع. هذا باختصار شديد. طيب شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. أنا بس بعد إذنكم أعطي دكتور مجاهد معنا، هو رئيس الوكالة اليمنية للتنمية، بس نعطي كلمة بعد عدة دقائق للأستاذ مجاهد، وبعدين نجي على الأسئلة، وفي شخصين رافعين إيدهم كمان. تفضل دكتور مجاهد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أولا شكرا جزيلا دكتور فادي على حسن إدارة الجلسة، وشكرا جزيلا لأستاذنا الدكتور هاني على استمراره لطرق الوضع في اليمن، وشكر خالص جزيل للدكتور مصطفى عثمان
على هذا الطرح الرائع والتشخيص الجميل، شكرا لكم. والحقيقة يعني نحن نعجز عن الشكر أمام هذه الروح الإنسانية والهمة العالية. واليمن كما تفضل الدكتور مصطفى هو يمر في مرحلة استثنائية، واليمن كان يعني يوما من الأيام يصل خيره إلى كل مكان، لكن بدأ الضرر يشتد ويزداد من حوالي 6 إلى 7 سنوات. والسبب الرئيسي هو الصراع الذي يعني الحاصل في البلد، والذي انتقل اليمن فيه من وضع فيه صعوبة في بعض المجالات الإنسانية إلى وضع تدمير، يعني بما تحمل هذه الكلمة من معنى. ولعلنا كنا قبل أيام في ملتقى التعليم ألم وأمل، والذي كان تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وحضره الدكتور هاني ويعني أكثر من 100 منظمة إقليمية ودولية، وكان في تشخيص كبير جدا واضح يعني لما يعانيه التعليم في اليمن بالأرقام ومن مصادره الرئيسة. ثم خرج الملتقى بمصفوفة مشاريع مثل ما تفضل أستاذ الدكتور مصطفى. لا نتكلم اليوم عن المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمل، نحن اليوم نحاول أن ننقذ ما يجب إنقاذه. يجب اليوم أن تتجه الجهود الإنسانية فيما يخص اليمن إلى إنقاذ النفس البشرية، إلى استمرار التعليم وعدم يعني السماح لانتشار الجهل. لأنه يا إخوتي الكرام السامعين، مع كثرة النزوح الذي يصل حسب الإحصاءات إلى أكثر من 4 مليون نازح، ينتشر هنا الجهل وعدم المواكبة في التعليم. فنحن أمام تحديات كبيرة، كيف نستطيع أن يستمر الجيل متعلم ولو حتى بحدوده الدنيا. وهكذا، وأيضا الوضع متأثر جدا في الجانب الصحي، والوضع أيضا في الجانب فلا أقول يعني الكلمة الأخيرة، أنه آن الأوان بعد هذه الصيحات وبعد هذه الأصوات وبعد هذا اللقاءات والمنتديات، أن نوجد يعني مجموعة من التحالفات التي نتفق مع بعض على فتح الأبواب وطرق المنظمات والداعمين، سواء التجار، رجال الأعمال، المنظمات الإقليمية الدولية، ونضع مصفوفة الأعمال هذه ولو من خلال اتحاد يجمع هذه المنظمات والكوادر الموجودة لإنقاذ ما يتم إنقاذه. أخوتي الكرام، والله الوضع يعني يدمي القلب، ونحن إن شاء الله أملنا بالله الكبير أن تنفرج الغمة قريبا بإذن الله عز وجل. وهناك جهود حديثة، صحيح أن إنهاء الصراع السياسي هو المفتاح وهو البوابة لاستقرار الوضع في اليمن، لكن أنا أقول لكم من واقع الخبرة والتجربة والمعايشة، الحل السياسي يأخذ بعدا طويلا، ولهذا نحن ننطلق من عمل إنساني ليس له حدود وليس له يعني أي معايير أو مواصفات إلا أن نهتم بالإنسان. فالإنسان هو محور اهتمامنا في ظل هذه الصعوبة، في ظل هذه الطوارئ، في ظل هذه الحرب التي دمرت كل جميل في اليمن. يجب أن نضع أيدينا مع بعض ونقدم مصفوفة مشاريعنا إعذارا إلى الله عز وجل. وشكر الله لك جهودك دكتور مصطفى على ما قمت به من زيارة لليمن، وشكر الله جهدك على ما أترت به الموضوع هذا اليوم. ونريد أن نخرج من هذا اللقاء المبارك ببلورة فكرة كيف يستمر الاهتمام بهذا العمل المبارك من خلال مصفوفات مشاريع. وشكرا لكم وعفوا للإطالة. حياكم الله. طيب إذا بس نفتح المجال للأخ نبيل العباسي.
عبادة بس دخل الأخ نبيل العباسي أو افتح له الميكروفون يحكي. طيب أخ نبيل معك دقيقتين لو سمحت، تفضل. ما كانش موجود حتى غيري يا فادي. لا موجود. والله اختفى. طيب في عنا سؤال بس، وبنرجع للأخوة اللي رافعين إيدهم، ما هي الطرق لصنع شراكات ولوبيات في كمسلمين وعرب للجاليات في الغرب للتأثير على صناع القرار في اليمن وفي المملكة المتحدة؟ كويس، شوف إذا سمحت لي أنا هجيب على بعض الأسئلة. خلينا نبدأ بهذا السؤال أولا. أول شيء، ليه أنت محددها في المسلمين والعرب؟ ما أنت طلعت نفسك من، يعني كأن واحد بتحفر نفسك في حتة صغيرة، كأن إحنا في جيتو. يعني اللوبي معناها تجمع أكبر عدد من الناس، أكبر عدد، أكبر عدد من الناس. الجماعة اللي هنا اللي كانوا ضد عملية الإجهاض، المسيحيين هنا في أوروبا، سعوا إلى المنظمات المسلمة سعيا حسيسا ليلا ونهارا، عشان هم ضد الإجهاض وهم متوقعين أن المسلمين كمان ضد الإجهاض. فكانوا لما جم في موضوع ومواضيع أخرى، إذا أنت بتجيب كل شخص يؤمن بقضيتك. بالعكس، كل ما كان هناك تنوع في العرق، في الدين، في الجنس، في السن، وجمعت هؤلاء الناس، انفتح على العالم، انفتح، اتقابل مع الناس، اتكلم مع البرلمان هنا في بريطانيا، اتكلم مع البرلمان في ألمانيا، اتكلم مع البرلمان في تركيا، اتكلم مع البرلمان في 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 أمريكا، مع الكونغرس، اعملوا جلسات استماع، هم يعملوا جلسات استماع خاصة باليمن، فاهم ازاي؟ واجمع ناس من اخرين، مش لازم يكون الناس من فئه واحده ومعلمين بعلامه واحده الى اخره. هذا واحد. فكيف هذا اسلوب ممتاز ورائع، ولو تكنيك، يعني لو تكنيك ان انت ازاي تجمع الناس المؤمنين بنفس القضيه بتاعتك، وايه الرساله اللي انتوا كلكم متفقين عليها ومش مختلفين عليها، وإيه اللي ممكن توجهه له. يعني من ضمنها زي ما قلت لكم الكلام مع البرلمانيين، الكلام مع الصحفيين. أنا وأنا في اليمن جلست في آخر فترة في الأوتيل، حضرت معي صحفية مستعدة أبعت لكم تفاصيلها، هبعتها لكم، صحفية مشهورة جداً، هي من اصل ايرلندي لكنها امريكيه، تشتغل مع في نيويورك، مع في، ومهتمه بقضيه اليمن، وعامله تقارير. انا قرات تقاريرها الرائعه، تواصلوا معاها. هي بتيجي اليمن باستمرار، يعني هي كانت في اليمن، اتقابلوا معاها، روح اتقابلوا معاها. بس هتقابلها ازاي وانت في بريطانيا؟ تقابلها ازاي وانت في فرانكفورت؟ فاهم ازاي؟ لازم يكون واحد هناك سهل له يتقابل معاها، ها، وهكذا. فممكن المقابله مع الصحفيين، صناع القرار الى اخره. اخونا اتكلم، تفضل. لا لا لا، لسه الان اخونا جاهز. انا بس خلفك في صوره نيلسون مانديلا. اذكر في لندن خلال لما كان نيلسون مانديلا في السجن، كان في موجود شخص على باب السفاره جنوب افريقيا في لندن لمده 21 سنه، كل يوم متناوبين، كل يوم شخص على باب السفاره يتناوب اعتراضا على سجن نيلسون مانديلا. يعني هذه من الأشياء اللي أنا شفتها بأم العين، يعني تصور هذا الجلد والصبر من هؤلاء الناس، 21 سنة على باب السفارة يوميا معترضين على سجن نيلسون مانديلا. فالآن إحنا الآن بالنسبة للمسألة، بالنسبة لليمن، نريد أن نفكر بأفكار إبداعية. وبس أنت ذكرت كلمة مهمة، أنه تحتاج تكنيك، تحتاج تقنيات. أي بما معناته إذا نحن لا ما عندنا المعلومة، نذهب لمن عنده المعلومة ليساعدنا، ما نجتهد من عنا على ضعفنا، على خبرتنا البسيطة. في أخصائيين عندهم خبرات في هذا المجالات ممكن أن تتحدث في هذا الشيء. موجودين على فكرة، موجودين في الوسط بتاعنا. أنا مش واحد منهم بالمناسبة، موضوع الأدفوكسي مش شغلتي. صحيح. إنما الدكتور هاني لو داس على الزرار هيجيب لك خمسة ستة، يعني ما فيش كلام. نعم. طيب.
الله يكرمك. أنا بس الأخ نبيل منتظر من فترة. أخ نبيل تفضل، حياك الله، بس أرجو الالتزام دقيقتين. الله يكرمك. أهلا وسهلا فيكم، نحييكم من عدن. حياكم الله. حياكم الله. عدن المنكوبة لا كهرباء، الكهرباء 4 ساعات منطفئة وساعتين تشتغل في ظل الحر ورمضان، وهذا جزء من الوضع الإنساني. أقوله لكم مباشرة يعني. الوضع الإنساني مثل ما ذكر الدكتور عثمان حفظه الله، هو الأرض والإنسان. الأرض بالنسبة عندنا يعني كل الخدمات فيها لا توجد، يعني لا صحة لا تعليم لا كهرباء لا شيء. الإنسان يحتاج إلى الأكل يشبع جوعه، وإلى الأمن، وإلى أنه يكون صحيح متعافي من الأمراض. هذا الوضع الذي عايشين فيه ولا يوجد في اليمن. أنا طبعاً في نقطة مهمة أردت أن أضيفها، ما ذكرهاش الدكتور، هو توحيد منظومة العمل الإنساني في اليمن. توحيد منظومة العمل الإنساني هذه عاملة فجوة وقاب كبير، لأنه كل يعني أكثر من جهة مختصة أو مسؤولة على العمل الإنساني، حتى أن المؤسسات والمنظمات أصبحت تتوه بين هذه الجهة الرسمية أو هذه الجهة الرسمية. فعندنا التخطيط، وعندنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعندنا اللجنة العليا للإغاثة، وعندنا السلطات المحلية، وعندنا وحدة النازحين. هذه كلها تتوزع هذا العمل الإنساني وضاع بين هذه الجهات كامل. النقطة الثانية موضوع المنظمات الدولية. هناك يعني حقيقة هناك فساد يعني مستشري تقوم به المنظمات الإنسانية، لأنه هناك مشاريع كبيرة وعملاقة، لكن نرى أنه التدخلات تأتي على شكل حقيبة مدرسية، 200 حقيبة مدرسية من مؤسسة كبيرة وعملاقة في العمل الإنساني، تجي توزع حقيبتين مدرسيتين آخر السنة الدراسية. وهذا أصبح الوضع الإنساني يعني في هذا الجانب لا يمس. أنا الذي أريد أن أقوله نصف دقيقة أخي الكريم، يا ريت لو يكون فيه ميثاق شرف للعاملين في المجال الإنساني لإنهاء لعملية الضغط، ميثاق شرف للعاملين بالكامل سواء كانوا في الشمال أو الجنوب. النقطة الأخيرة الذي أريد أن أضيفها مسألة في الجانب الصحي، ذكر أنه أسوأ منطقة صعدة، وأنا أعتقد أنه في أسوأ منها مأرب، لأنه لا يوجد إلا مستشفى واحد من خلال زيارتنا هناك. الله يجزيك الخير، أنت أفضل مني. لازم يسافر إلى حضرموت من أجل أنه يعمل أشعة تلفزيونية أو يعمل سونار. أوكي. نعم. الله يكرمك، شكرا جزيلا أخي نبيل، الله يكرمك. طيب بس نسمح في الأخ أحمد ينتظر منذ فترة، نفتح المجال للأخ أحمد. عبادة بعد إذنك بس دخل الأخ أحمد، ومن وراه كمان الأخ حسام، بس دخل الآن الأخ أحمد. طيب أخ أحمد موجود، تفضل أخي، بس ارفع الميكروفون وتفضل، معك دقيقتين بعد إذنك. بس لازم تعمل ان ميوت، ارفع تفضل. الان سامعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا انا سؤالي للدكتور هاني وايضا للاخ مصطفى. الكل يتحدث عن اكبر ازمه انسانيه في العالم، وان اكثر من 20 مليون شخص محتاجون الى مساعده عاجله في اليمن. هناك اكثر من 200 منظمه دوليه، هناك مؤتمرات مانحه لليمن جمعت مليارات. اين تذهب هذه المبالغ؟ اين تذهب هذه الفلوس؟ الآن هناك مركز الملك سلمان، الإمارات بتدعم، العالم كله بيدعم، أين تذهب هذه الفلوس؟ ما الذي تعمله المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بمختلف منظمات الأمم المتحدة المتواجدة في الميدان؟ هذا سؤال. الأستاذ مصطفى تحدث عن صعوبة الوصول للمناطق الأكثر احتياج إلى جانب، أو أنه حتى المنظمات الإنسانية لا تقدر تحصل على تصاريح للوصول لمتابعة مشاريعها. طيب أنا عندما كنت أعمل في اليمن، منذ أنا خلصت عملي في اليمن في 2018 وأنا موجود في بريطانيا. طيب المنظمة فعلا هناك صعوبة من الحصول على تصاريح للوصول للمناطق الأكثر تضررا، سواء من قبل الحوثيين أو بعض الفصائل المتواجدة في جنوب اليمن. طيب لماذا لا نسمع أو لا نرى تصاريح من المنظمات الدولية تتحدث عن هذه الصعوبات؟ ما هي المشكلة؟ ما هو اللي يمنع هذه المنظمات؟ شكرا جزيلا. حياكم الله. طيب تفضل دكتور هاني او الاستاذ مصطفى.
دكتور هاني أولى تفضل. هو تقريبا دكتور يسأل عن الموارد بوجهة نظر أنه هناك موارد كبيرة تأتي إلى اليمن من المبالغ المالية يعني. والله في كذا نقطة أخ أحمد. أولا مش كل ما يعلن عنه بيدفع، كثير جدا من الأموال اللي بتصرح بها الحكومات في مؤتمرات دولية لا تصل إلى مستحقيها، وده شيء معروف جدا إن في اللي هو المؤتمرات الدولية دي تبقى عاملة زي سوق عكاظ، ساعة التنفيذ أتمنى إن نص الأموال توصل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل المناطق اللي فيها صراعات مسلحة زي مصطفى قال فيها فساد إداري فساد حكومي، وده بيخلي إن يعني مثلا كان في مشكلة إحنا بنناقشها في جلسة من الجلسات العليا عن قضية في كونغو الديمقراطية، في كمية من الأموال كتيرة جدا جاية من جهات كبرى 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 سلمت الحكومة، فالناس اللي هم راحوا عملوا تقرير عملوا نقد شديد ولازع للجهة كيف تدي أموال الحكومة والحكومة فاسدة. الأموال اللي أعطيت الحكومة في كونغو لم تصل إلى الناس، هذا الشيء موجود ليه؟ لأن في مناطق الصراعات المسلحة ما فيهاش حكومات مستقرة، ما فيهاش جهات رقابية والأسف، ولذلك أنا أكثر ما أخشى عليه أنك إيه ترمى هذه المليارات دون وجود مجتمع مدني قوي أو حكومة محلية مستقرة، فكلما ازدادت الأموال كلما ازداد اللي هو هدر هذه الأموال. أما بالنسبة لبريطانيا فمن حق كل مؤسسة، حق كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة مسلمة أو غير مسلمة، أنها شخصيا تقوم باللوبينج على الناحية الإنسانية. أنت مش يعني إحنا نقول للمؤسسات ما تخافوش، ما تسيسوش أنفسكم، لكن من حقك أنك تتكلم عن الشيء المأساوي اللي موجود في عدن، اللي موجود في مأرب، اللي موجود في حدة، اللي موجود في صنعاء، اللي موجود في الحديدة، تتكلموا عن أربع مشاكل ده سواء كان الكوليرا أو الجراد أو الملاريا أو الكوفيد إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني هنا مؤسساتنا أخ أحمد وللأسف الأسف الإيه الأسف الأسيف لو كانت تبقى لغة عربية، يعني إن إحنا من أضعف ما نكون كمؤسسات دولية موجودة في بريطانيا أو أمريكا أو أوروبا في حاجة اسمها المناصرة أو الأدفوكسي، لكن ده ما يمنعش إننا نتحالف مع مراكز يعني مصطفى فتح لكم الباب عن إنها في واحدة أمريكية هيرلندية موجودة هناك. أنا ما عنديش مشكلة، أنتوا عندكم يا أهل اليمن في اليمن اللي هي الرو داتا الرو ماتيريال، ده كل صحفي وكل باحث وكل إذاعة تلفزيونية وكل إعلامي محتاج للمادة الخام علشان يحول يعمل منها خبر، فلذلك إحنا لابد أن نصيغ مثل هذه المعلومات اللي اتكلم عنها مصطفى لتذهب لإما اللي هو الإعلام الموجود عندنا في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في بعض الدول العربية اللي بتسمح بالإعلام ده علشان تتحول هذه القضية تبقى ضغط. لذلك أنا قربت الهرم اللي اتكلم عليه مصطفى من الحل السياسي اللي هو التواجد اللي هو الضغط الفردي، الضغط الفردي ده يعني أكلمك يا أخ أحمد، في شباب عندهم 50,000 و100,000 و200,000 ومليون واثنين وثلاثة على الانستجرام ها وعلى التيك توك وعلى مش عارف اللي هو اللي بنتكلم عنها. أنا استفيد بالمؤسسة المنصات دي أحسن من البي بي سي. أقول للشباب يا أخ أحمد نوعيهم، أنت تعتبر بي بي سي، أنت تعتبر آي تي في، انت تعتبر يعني سي ان ان بنفسك، فلابد ان احنا نشجع الشباب على مثل هذه الامور. فادي الله يجزيك خير، شكرا. انا بس حاعطي المجال الان للاخ حسام طالب ينتظر من فتره، وبعدها ممكن الاخ محمد ناجي يعطينا كلمه دقيقتين، وفي اسئله صراحه موجوده على الشات. اخ حسام بس لو تعمل ان ميوت من عندك اتفضل، حياك الله، دقيقتين لو سمحت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. أحب أشكر الأستاذ مصطفى والدكتور هاني على هذا النقاش وهذا اللقاء، بس كان عندي تعقيب للأخ مصطفى على أنه كان يقول إن في اليمن ما تقدر تحول مبالغ عبر البنوك، صحيح عبر البنوك صعبة، ولكن عبر أماكن الصرافة مسموح أي مبلغ تحوله اسمه يوصل إلى صاحبه. وأيضا المنافذ في اليمن
مغلقة، ولكن في حضرموت مفتوحة، مطار سيئون وأيضا منفذ الوديعة في السعودية، المنفذين الوحيدين اللي شغال في اليمن. والآن مطار عدن اشتغل. الحالة الثانية، المنظمات الدولية ما فيها عدل للمساعدات لبعض الأسر الفقيرة، فتلاقي ناس مش فقراء يعطونهم، وناس الفقراء وشدوا حاجة في الفقر ما يعطونهم. يعني تحس ان فيه تلاعب في المعونات وفي المساعدات. هذا وشكرا. الله يكرمك، شكرا جزيلا، حياك الله. تحب تجاوبه اخ استاذ مصطفى؟ والله انا بدي اعمل تعليقات سريعه كده على بعض الاشياء. بعد اذنك ماشي، وبعدين نفتح المجال للاخ محمد ناجي، تفضل. بالنسبه لي اخونا اللي بيسال هنا، هل ايه هي اهم القطاعات؟ القطاعات كثيره اللي فيها احتياج، ايه هي اهم القطاعات؟ اهم القطاعات اللي تشتغل فيه هو القطاع اللي انت بتفهم فيه. اختار القطاع اللي انت بتفهم فيه وتقدر تشتغل فيه ودوس. ايوه خليني اكمل. رقم اثنين، اخونا كان بيتكلم، اظن اسمه امين ولا اسمه ايه، اللي قال ميثاق الشرف او انه تنسيق او الجهات الحكوميه المتعدده. اسمع يا اخي، لان اعتذر الف مره خير لي من ان استاذن مره واحده. واضح الكلام ولا مش واضح؟ مش فاهم؟ سامعني ولا لا؟ مسموع الكلام. يعني اقصد ايه؟ واضح. حكومه هنا وهنا وهنا ومواضيع وتنسيق وده. انزل اشتغل، اللي يقابلك نسق معاه. اصل شوف موضوع التنسيق ده من اول ما قالوا يلا نعمل عمل انساني لحد ما الى ان يرث الله الارض ومن عليها وستظل في مشكله. عاوز الناس تنسق، عارف هتعمل ايه؟ انزل اشتغل. اللي عاوز ينسق هيجيلك هيقول لك لو سمحت ابوس ايدك ممكن انسق معاك، انتوا سابقيننا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ وهذه التجربه مجربه. انا كنت في هايتي، قعدنا اسبوع كامل في اللوج بيس في المطار، اسبوع كامل عايشين في مخيمات كلنا، اكبر مؤسسات امريكيه. هايتي دي جالها ناس من جميع انحاء العالم، حتى من اسرائيل نفسها جالها، من ايران، من الهند، من لبنان، من مصر، كل دول شوفوا ازاي كانوا موجودين، تمام؟ ومع ذلك ولا واحد منهم في الشارع. كل يوم نصحى الصبح ليه؟ الناس بتقتل نفسها في الشارع، بيقتلوا بعض في الشارع، عاملين مظاهرات جثث في الشوارع. جه في يوم قمت انا واخد الشباب وطالع وبدانا نشتغل. فاهم ازاي؟ قم في الاجتماعات بالليل، سمعت انهم كنا بنيجي، كان بيحصل حظر التجول الساعه 5، سمعت انه في اجتماعات التنسيق اللي بتتم جوه في هذا اللوك بيس في المطار، قالوا اشادوا بتجربه اللي احنا قمنا بيها، وقالوا ان احنا لازم نعمل كده، وبعتوا لي قالوا لنا انتوا اللي خلاكم نجحتوا بالطريقه دي واشتغلتوا، عملنا مخيمات. فاهم ازاي؟ قلت لهم الناس بره في الشارع عامله مظاهرات وبيضربوا بعضه بالسكاكين وغيره، لانهم خايفين ان المساعدات مش هتكفيهم. الحل الوحيد ان كلنا نطلع مره واحده في الشارع ونشتغل، فهيطمنوا الناس، هيحسوا ان في ناس بتوزع فيروس. خلي بالكم هذا في الوقت كانت ناس بتموت وبتضرب بنفسها بره في الشارع، في حين ان احنا كانت المساعدات الانسانيه متراكمه اطنان اطنان فوق الجبال في المطار مش عارفين نوزعها. اول ما عملنا كده كل المؤسسات مشت ورانا وقالوا ايه هو ده الاسلوب اللي احنا نمشي فيه. فعشان خاطري ما تحطش التنسيق او مدونه السلوك او ميثاق الشرف كعائق، اشتغل. لو جات لك في السكه اوكي، ما جات لكش ادي انت شغال، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحيي بيك واحد بس. ادي واحده خلاص تمام. الله يجزيك خير. انا بس اجاوب الاخ على موضوع التحويلات الماليه والتحويلات عبر الصرافين. السيد الكريم، بعض الدول تسمح في التحويلات للمؤسسات الخيريه عبر هذه الطريقه اذا في توثيقات،
بعض الدول حتى لو في توثيقات لا تسمح بهذه الطريقة، فما هو بالنسبة لك عادي كإنسان كشخص قد يكون مش مستحيل، أكثر من مستحيل بالنسبة للمنظمات الخيرية الإنسانية، لأننا محاسبين على القرش ومسؤولين أمام جهات دولية وحكومات ومسؤوليات. وأبسط معلومة، والآن الدكتور هاني أنا عارفه حيبتسم، حيقولوا لك يوصفوك بموضوع مكافحة الإرهاب ومن باب مكافحة الإرهاب وهذه الأبواب. فمسألة تحويل الأموال ليست مسألة بسيطة، لغاية الآن يتم التحدث فيها، يعني من 2017 والدكتور هاني حامل الراية لمسألة إيقاف الأموال التي توقف للمنظمات الخيرية عالميا وليس فقط اليمن. الله يكرمكم ويجزيكم الخير. طيب نعطي مجال دكتور هاني، عندك أي تعليق قبل نفتح المجال للأستاذ محمد؟ من 2001 انت شلت 16 سنة من 2001 صحيح. 20 سنة نعم. طيب نحن مع نعطي الأخ محمد ناجي، بس إذا تعمل ميوت من عند أنا ميوت، ارفع الميكروفون بعد إذنك وتفضل أستاذ محمد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يبارك فيكم. أستاذ محمد هو من مؤسسة ميرسي يوكي من بريطانيا. حياكم الله أخي الحبيب، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب، الله يجزيكم ألف خير، والمعذرة يعني تأخرنا شوي يعني ظروف رمضان ومشاريعها هنا. فقط اقتراح، طبعا هذا أول لقاء لي معكم ولي شرف الله يحفظكم، بس أنا لاحظت أنه اللقاء فعلا يعني حتى أني يمني وأسافر اليمن، لكن ورأيت أنه تنقصنا يعني أشياء نصائح كثيرة زي هذه وإرشادات منكم جزاكم الله خير. فالمطلوب يعني كاقتراح أنه ليش يعني زي برامج زي هذا لسما نحن كمؤسسات خيرية، مثلا مؤسسة ميرسي ريليف، مؤسسة أورفرنز، الحاضرين يعني، لماذا لا نتبنى برامج كهذه للتو يعني يعني raise awareness، مثلا يعني كل شهر أو شهرين مؤسسة أخرى تدير هذا البرنامج، والإخوة جزاكم الله الخير زي الدكتور هاني زي الأستاذ الحبيب الأخ مصطفى لن يقصروا إن شاء الله. ففي هذه الحالة يعني حتى نستقطب ناس أكثر، ويعني والتوعية مطلوبة من ناحية، لأنه رأيت أنا بجمعيات كثيرة تعاني من مثلا تنفيذ مشاريعها في اليمن، مؤسسات كبيرة يعني للأسف. فيعني محتاجين لهذه، وبالذات اختيار الوقت المناسب، مثلا في رمضان الآن معظم المؤسسات مشغولة في جمع التبرعات في تنفيذ مشاريع. فيعني لو تلاحظ نحن هنا في بريطانيا ونسوي سيزنال إيفنت، يعني عندك السبرينج اللي هو الربيع في اوقات مناسبه للايفنتس، فليش ما نعمل اوقات مناسبه للوركشوبس هذه، الاوقات الفراغ اللي يعني في الجمعيات هنا حتى نستغلها وننتج اكثر باذن الله، ونحاول قدر المستطاع يعني ننفذ اكبر قدر من المشاريع ممكنه في هذا الوقت القصير يعني المصيبه ان شاء الله. الله يكرمك، حياكم الله. الله يبارك فيك، مجرد اقتراح فقط. الله نعم. هو للأمانة إذا تسمحوا لي أنا أخذ الميكروفون، لما كان بيتكلم الأستاذ مصطفى عن الوضع اليمن، في لحظات تحس حالك مشلول، تريد أن تقدم شيء، تريد أن تفعل شيء، ولكن تحس حالك مشلول، ليس بيدك تفعل أي شيء. بعدين ترجع في الذاكرة عندما طلعت إلى برمنغهام لأشتغل مع الدكتور هاني، وأرسلني في شيء اسمه كارافنتور. كارافنتور كانت الإغاثة الإسلامية في بداياتها، فأرسلني الدكتور هاني في زيارات في رمضان كل يوم إلى مدينة في بريطانيا، وكان الهدف الأول هو نشر اسم المؤسسة، والهدف الثاني هو جمع التبرعات. فهذه الفكرة أجت نفس الشيء الآن عما نتحدث، كيف يمكن نفعل هذا الشيء، مثل ما حضرتك أخ محمد بتحكي أنه اللي تحدث فيه الأخ مصطفى الحقيقة عقلي وقلبي وكله يريد الناس كلها تسمعه والناس كلها تحس فيه على جميع الأصعدة السياسية والإنسانية وبكل الطرق الحقيقة. ويعني كلامك الله يجزيك الخير يعني إشادي واقتراح جميل جدا، وأعتقد الآن الأستاذ مصطفى وجوده معنا هو عم بحط علينا مسؤولية، إنه أنا مش والله جينا واليوم جلسنا هذه الجلسة وتحدثنا، لا، الآن هو يضع علينا مسؤولية ماذا سنفعل وكيف سنفعل. فالحقيقة مسؤولية كبيرة ويجب يعني أن نقوم بشيء. جزاك الله خير.
الله يكرمكم. نحن في عنا الأخت نورية تنتظر منذ فترة، نفتح لها المجال ونختم بعدين مع كلمة من الأستاذ مصطفى وكلمة الدكتور هاني. أخت نورية تفضلي. نعم، السلام عليكم، حياكم الله عليكم وشهر كريم. وبحاول أختصر، هو في جعبتي الكثير لكن عشان الوقت حاول أختصر يعني بإذن الله. طبعا هي زي ما أنتم عارفين هي الحرب دمرت كل شيء، كل القطاعات مدمرة، القالب النفسي دمر أكثر بأكثر عند الشباب، عند الأطفال، عند النساء. وهنا لو فتحنا بس مجال لقضية القالب النفسي بنتكلم كتب وأشياء لا حصر لها. فالحرب ووقف الحرب هو الأساس، وكما ذكر الأستاذ مصطفى في نهاية التوصيات في موضوع إيقاف الحرب، موضوع إيقاف الحرب صراحة هو الأهم، لأنه بإيقاف الحرب أنا بقدر أعمل، أنا كمؤسسات مجتمع مدني إنساني إغاثي إلخ، كل هذه المؤسسات وغيرها حتى القطاعات الحكومية الأخرى. الآن حتى القطاعات الحكومية منشلة تماما، تكاد تكون منشلة في الشمال وفي الجنوب وغيره. فوقف الحرب هي الأساس. تعبنا والله، تعبنا اليمن تعب، اليمن مهد الحضارات، اليمن السعيد الآن ليس سعيد، بالله عليكم الآن داخلين في سابع سنة واليمن تدمر جزء 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 جزء. أين المجتمع الدولي في هذا الجانب؟ أين المجتمع الدولي في إيقاف هذه الحرب الملعونة التي دمرت كل شيء، دمرت كل شيء، ما أبقت على يعني في اليمن أكلت الأخضر واليابس. فأين دور المنظمات؟ بما أنه اليوم في ملتقى مع المنظمات الإغاثية والأكارم اللي بيشتغل وأيضا في المنظمات الإغاثية، لما لا نبادر نحن من هنا من المنظمات الإغاثية تكون في مبادرة توصية نخرج بها من هذه الجلسة بإيقاف الحرب، نشكل ضغط على المجتمع الدولي وغيره بإيقاف الحرب نهائياً، لا أريد جزئياً زي ما ذكر الأستاذ مصطفى في البداية. ممكن لا صح الحل السياسي، نعم أنا معك يتطلب وقت طويل، لكن لابد من إيقاف تام، وإلا لن تنتهي، لأنه بترقع في مكان بيجي جزء آخر بيفتتح أكثر بترقع هناك. لا نريد ترقيع، لا نريد ترقيع. 1500 مدرسة دمرت في تعز، دمرت كامل، 57 مدرسة دمار شامل. تتوقعوا الأطفال والله ثم والله فوق الركام بيدرسوا، ألم 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 ما أحد يتصوره لما تشوف أطفالنا فوق الركام، لأنه عندهم عزيمة وإصرار على الاستمرار في التعليم، فوق الركام في الحطام وهم يدرسوا ويتعلموا. طيب إذن ما هو الحل الأمثل والأساسي؟ إيقاف الحرب، إيقاف نهائي، ويكون في مبادرة من جهة المنظمات الإغاثية الإنسانية لكل المنظمات الأخرى. للأسف الشديد يا أستاذ مصطفى كمان المنظمات الدولية المانحة وبالذات في صنعاء الشهور الأولى رحلت وخرجت من صنعاء وانطلقت إلى محافظات أخرى، لم تظل الأسباب كثيرة وكلنا نعلم ما هي. في عندي بس تقريبا ثلاث نقاط أو نقطتين أوضحها للأستاذ مصطفى. نصف دقيقة لو سمحت. حقيقة طيب نصف دقيقة. فهد يا خالي لا 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 اتركها يا فادي عشان هي المرأة الوحيدة اللي اتكلمت. لازم 10 اخوة مسك الختام. كلمي يا نورية، كلمي يا نورية، انت منورانا. الله ينور فيك يا استاذ. بقول لكم حاجة، الحرب هي دمرت كل شيء، فعلا دمرت كل شيء، كل شيء. كمان لو كان، ارجو ان يكون هذه النقطة كمان واضحة للجميع، لولا التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني المتواجد في قلوب اليمنيين كلهم برغم كل السلبيات المتواجدة في أغلبنا، أنا لا أبرئ نفسي، لكن في تكافل وتراحم ما زال الشعب إلى الآن واقف، ما زلنا نساند بعضنا البعض بفضل الله وبحمد الله وشكر الله. يعني هذه النقطة، يعني أنا أقول دائما الحمد لله، لولا هذا الشيء إن اليمن كانت في خبر كان، لا وجود لها بالمرة، هذه 7 سنوات مش قليلة، صواريخ، قنابل محرمة، أشياء أخرى، يعني ما هذا الشيء. طيب النقطة الثانية، كنت أتمنى أنه بالنسبة للكفاءات أستاذ مصطفى، اليمن حبلى بكفاءات ما شاء الله تبارك الله موجودين، لكن والله قابعين في أغلبهم، قابعين في البيوت بسبب الحرب والصراعات، هو لأنه يحترم عقله ظل في البيت، يقول لك أنا أخرج صارع من، وأغلب الكفاءات رحلت من اليمن، الكفاءات اليمنية القادرة المتمكنة رحلت من اليمن خارج الوطن، كثير منهم واليوم قادرين يعملوا، لأنه إحنا على مدار سنوات سابقة اشتغلنا مع منظمات واشتغلنا مع
كفاءات كثيرة عربية وأجنبية وتلقينا وأخذنا الخبرات والكذا، فأصبح اليمن لولا الحرب الملعونة هذه أصبح اليمنيين قادرين أنه يشقوا طريقهم بأنفسهم. ففي كفاءات كثيرة كبيرة وكثيرة متعددة في جميع المجالات، وناس عباقرة ومخترعين ومفكرين، لكن أي في وضع كهذا الوضع. النقطة اللي كنت يعني أنا كثير يعني معليش أنا بعاتبك شوية أستاذ مصطفى، ولا يهمك، لسنا اليمن الشمالي ولا اليمن الجنوبي، نحن يمن موحد. اليمن تضمن أنا آسف عن التعبير مهما حصل، لأنه في أطراف كثيرة تريد أن تظل اليمن في وضعها الحالي، وتريد أن تظل اليمن أيضا في انشقاق يمن شمالي ويمن جنوبي ويمن، لا نحن يمن واحدة شاو أم أبو. هذه إرادة الله في هذا البلد، في هذا البلد اللي ذكر اسمه عبر التاريخ في كتاب الله. فأرجو أنه نكون دائما لما نعبر عن الأشياء هذه نعبر بكلمة اليمن بغض النظر عن الصراعات اللي حاصلة الآن والنزاعات اللي حاصلة. الشيء الثاني أعتقد أن هذه الثلاث النقاط اللي كنت أتمنى أنه أذكرها، بس حقيقة ما الوضع في اليمن مؤلم مؤلم مؤلم، وكارثة مش إلا إنسانية، كارثة يعني كارثة يمكن تمتد إلى سنوات قادمة. الآن أطفالنا في حالات نفسية يرثى لها وضع يعني يرثى له، النساء أيضا، النساء عندهم مشاكل كثيرة بسبب وضع الحرب والجانب النفسي. الآن أتكلم عن الجانب النفسي لأنه الأستاذ مصطفى تكلم عن الأمن الغذائي، الصحة، التعليم إلى آخره، لكن الجانب النفسي هذا مدمر تدمير شامل. لولا ارتباطنا القوي والكبير بالله سبحانه وتعالى لدمرنا كامل، نساء أطفال ونساء بالذات الفئات الضعيفة اللي هي النساء والأطفال، يعني كنا مدمرين تماما، لكن ما زال هناك ارتباط بالله قوي ودعاء واستغفار إن الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الأمور. والله والله يا أساتذة إنه ناس كثير متعلمين وكفاءات كبيرة دمرت نفسيا بسبب الحرب، وهربت من اليمن ورجعت وراحت بسبب الحرب. يعني الحرب هذه عملت عمائلها، حتى إنه عدد كبير من النساء، لا أعلم إذا كان منظمة الصحة أو المنظمات الأخرى الشغالة في القطاع الصحي عملت بحث في هذا الاتجاه، نساء كثير خلال السنوات السابقة كنا الحوامل يسقط بسبب الحرب. أنا عن نفسي متأكدة، لأنه الروائح، الغازات، السموم القادمة من كل هذه البلاوي اللي فوق رؤوسنا هي سببت هذه، لأنه ما كانت هذه الظاهرة عندنا موجودة. أنا أعطي بس مثال بسيط، الحالات النفسية الآن التي بتظهر في الأطفال من بكاء، من صراخ، من تبول لا إرادي إلخ إلخ إلخ، كلها بسبب هذه الأوضاع. زي ما ذكرتم وذكر أستاذ مصطفى في البداية، موضوع العامل النفسي لدى الأب لما يكون ما عنده الشغل، ما عندهش يعني مثلا مصدر مالي، ما عنده، هذه الأشياء كلها بتأثر تأثير كبير، وزاد الطين بلة يعني داخل اليمن. فإلى متى إلى متى سنظل هكذا؟ كانوا يقولوا إنه الحرب يعني بتظل فقط شهر شهرين لتطهير وتنظيف، الآن سبع سنوات. أين المجتمع الدولي؟ أين المجتمع الدولي؟ إلى متى إلى متى المجتمع الدولي وغيره والعرب والمسلمين سيظلوا يعني ينظروا؟ قضية اليمن قضية لا تذكر، على فكرة اليمن قضيتها لا تذكر في يعني كذكر شامل كامل في القنوات الفضائية، في الصحف، في المجلات، في غيره وغيره وغيره. أنا لا أعلم لماذا هذا التكتم والإعطاء أخبار بسيطة وأحيان أخبار كاذبة وأحيان أخبار، يعني اليمن مش قادرة أتكلم. بس الله يكرمك، حياك الله أختي الكريمة، جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب أنا بارك فيك، الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا الحي على كلماتك. كلمات هي كمان كما ذكرها يعني الأخ مصطفى وحضرتك تذكريها، كلمات من القلب، من الصميم، من إنسان شاهد ورأى ويعني بأم العين ويسعى إلى تغيير الواقع. وجودنا جميعا اليوم يعني هنا هو سعي لتغيير الواقع الذي يمر فيه اليمن. يعني طيب أنا مضطر أني أعتذر من الأخوة أو الأخوات اللي رفعوا إيدهم، وحتى من الأخوة اللي سألوا أسئلة، نريد أن نختم جلستنا بعد إذنكم، نعطي مجال للأستاذ مصطفى دقيقة دقيقتين نختم فيها، وكلمة مع أستاذنا الكبير دكتور هاني، ونترككم على بركة الله. تفضل أستاذ مصطفى. أولا أشكركم على اهتمامكم، وأنا فعلا حاسس أن احنا أدينا شيء
يعني الحماس اللي سمعته منكم وكذا شيء جميل. على كل حال بعض الإخوة طلبوا إيميلي، فأنا ذكرت إيميلي مصطفى @osmanconsulting.co.uk، ونفس الاسم بتاعي برضو ذكرته، إذا كنت تقدروا تشوفوا الفيسبوك أو اليوتيوب موجود بنفس اسمي بعته لكم. وبس ما عندي شيء تاني، وأشكركم جزيلا. الله يكرمك. هو نحن الحقيقة الحضور اللي نوجد اليوم زوم بياخد إيميلات الجميع، فإن شاء الله بكرة أو بعد بكرة سنرسل كل التقارير اللي موجودة من عندك إنجليزي وعربي، سنرسلها لجميع من كان حاضر وموجود معنا اليوم. طيب الله يكرمكم دكتور هاني، نختم ختم المساك مسك الختام مع حضرتك وننهي جلستنا بإذن الله. ختم المساك مسك الختام، كل حاجة ماشية طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس عايز أقول كلمة واحدة، لن تغيب اليمن عن الوجود، أقسم بالله لن تغيب اليمن عن الوجود، وده قسم، ها، ولن تغيب عنها شمس الموجود. فلذلك احنا بنتكلم ازاي اليمن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم اقول شدتني الكلمه، شدتني كثير. بارك الله يا استاذ، هذه الكلمه اقشعر لها البدن. ربنا يكرمك، لان اليمن كائن حي، ما هيش ارض، كائن حي انتج وابدع واخرج واعلى وابرز للحياه حضارات قبل ان تخرج هذه الدويلات التي كان ليس لها وجود. هذا هو اليمن. فلذلك لن تدمر اليمن يا أخت نورية، أبدا أبدا أبدا، ولن يدمر شعبها. ليه؟ لأن الإيمان يمني، والحكمة يمانية، والفقه يماني، والأنصار يمانيين، وعندكم أكثر من 100 صحابي، وعندكم أم المؤمنين كذلك. كيف كيف نحبط؟ كيف يعني ايه ننزوي؟ كيف لا نفعل؟ احنا هنفعل انفسنا، لاننا اصحاب قضيه عادله، اصحاب قضيه باقيه، اصحاب قضيه ونختلف عليها الناس، فنحن منتصرون باذن الله سبحانه وتعالى. اهات الثكالى والارامل والاطفال، لن تضيع سدى، لن تضيع سدى، لن تضيع سدى. اليمن التي يعني دعا لها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي خرج منها ويس القرني، الذي وصى المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة والأنصار، إن رأوا هذا الرجل اللي هو سيد التابعين يطلبوا منه أن يدعو لهم، أتقولون عن اليمن أنها تضيع؟ والله والله الذي لا إله إلا هو لن تضيع أبدا الدهر. الأمر أن نتفق عليه هو الأدفوكسي يا مصطفى، صح. الأدفوكسي عن طريق تويتر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الانستغرام، عن طريق التيك توك، عن طريق اللي هو السوشي اللي اسمه الكلب الجديد، اسمه ده ايه، اسمه ايه الكلب الجديد يا فادي؟ اسمه كلب هاوس، كلب هاوس، كلب هاوس، السوشيال ميديا، كلب هاوس. ده في متناولنا اخت نويري، اخت نوريه، ده في متناولنا اخ الاخوه اللي عندنا اللوبينج. هيجي السلام لما يكون في ضغط، هيجي السلام لما يكون في رأي، هيجي السلام لما يكون في إصرار مننا نقول لا لا لا، زي ما فادي ضرب المثل وقال كان في إنسان واقف قدام السفارة جنوب أفريقيا لمدة 21 سنة بتداوله علشان يقول له افرجوا عن مرس النس مدلة، وبعد واحد احنا مش عايزين ننتظر 21 سنة، احنا عايزين الشباب الكتير اللي موجود في أوروبا وأمريكا، موجود في كل الدول العربية، موجود في اليمن، يعمل هذه الحملة التوعوية دائما 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 على المستوى الفردي وعلى المستوى العائلة وعلى المستوى الشارع وعلى المستوى الحارة وعلى المستوى القرية وعلى المستوى الوطن وعلى المستوى العالم كله. إذا استمرينا وفهمنا أن اللوبينج هي الأساس الحل، اللوبينج اللي هو الضغط هو أساس اللي احنا ناخدها منها من الهرم اللي قال عليه مصطفى، الهرم اللي احنا قلنا فيه الوجود الدولي في اليمن سواء كانت مؤسسات إسلامية أو عربية أو دولية، ثم الضغط من الأفراد، ولادي في البيت وولادكم في البيت وإخواتكم هم اللي يشكلوا مجموعات ضغط،
ثم بعد كده هيجي الأول إيه؟ السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. نمشي مع بعض في هذه المسيرة كلنا ونتكامل فيها مع بعضنا، ونتنازل معايا أخي مجاد، نتنازل فيها عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية. لأن المشكلة عندنا دلوقتي هو أنا إيه؟ وصلنا إلى درجة العبادة للشعار وللجمعية. لا، نحن نعبد الله، واليمن وأهل اليمن لهم فضل علينا أن نصرف أموالهم على رواتبنا، فلا بد أن نوصل إليهم، ولا بد أن نعلم أن اليمني الممتحن اليتيم والأرملة والمريض والشيخ والمقعيد هو صاحب المال اللي احنا بنتكلم عنه. وجزاكم الله خير، واعملوا الضغط، اعملوا الضغط يا نورية، انت يا من معك، اعملوا الضغط في الإعلام اللي هو اللي في إيدك، اللي في مناول يدك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم، ربنا بيقول ولن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ربنا بيقول اعملي وأذن في الناس. كان بيقول سيدنا إبراهيم أذن في الناس، يا إبراهيم أذن، بس أذن، فالأذان ده هيروح للعالم كله، وفعلا أذان إبراهيم راح للعالم كله، وتأتي الآن ملايين البشر يحجوا ويعملوا العمرة في مكة وفي المدينة. جزاكم الله خير يا أخ فادي، جزاكم الله خير يا أخ. طبعا نشكر أخ مصطفى، جزاكم الله خير، فتح الآفاق، والاقتراحات دي كلها ممكن ترسلوها لفادي لو أنتوا عايزين لقاءات دورية كل شهر أو كل شهرين، زي مقترح الأخ محمد ناجي. أهلا وسهلا بكم، وإحنا أنا شخصيا ما ماريش حاجة أعملها، قاعد فادي ما عنديش شغل، مش كده يا مصطفى؟ أنا ما عنديش شغل. كلنا أهلا وسهلا، ما أنت بتشغلنا كلنا. لا مش كده. طيب الله يكرمكم، جزاكم الله خيرا جميعا، شكرا شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم، وشكر الله جهودكم، ونلتقي على خير دائما في حفظ الله بإذن الله. بإذن الله، الله يكرمكم، شكرا جزيلا لمبادرة دكتور هاني، شكرا لوقتك أستاذ مصطفى، للمعلومات القيمة. كما ذكرت هي جلسة مميزة، سنصبر يعني أغوار المعلومات الحديثة عن واقع اليمن، فجزاك الله خيرا على كل ما قدمت يعني وأشرت إلينا، وأحس أنك الآن وضعت علينا مسؤولية ولم تعطينا فقط أخبار ومعلومات. الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا لجميع ضيوفنا الموجودين. إذا من يحب أن يبقى ناخذ صورة جماعية فممكن